بسم الله الرحمن الرحيم. الكذب لا يجوز. وهو من الذنوب الكبائر. تستثنى منه قضيتان. إحداهما دفع الضرر لو فُرض ان الشخص معرض للضرر الضرر العدواني لا الضرر المستحق شخص يريد ان يستولي على امواله فيجي ظالم يجي يقول له عندك اموال الان هو طلع له 10 دنانير يقول له هذه بعد يقول له خلص ماكو غيرها ما عندي غيرها هو عنده يريد يدفع الضرر عن نفسه هذا معتدي يجوز له ان يكذب إيه دفع الضرر غير جلب المنفعه احيانا واحد يروح يكذب على شخص نقول له ليش كذبت يقول انا محتاج هو مو محتاج يقول حتى احصل منه اذا ما قل محتاج ما يعطيني هذا ما يجوز هذا كذب لجلب المنفعه اما نعود نقول لو فرض ان ظالما يريد ان ياخذ امواله وظالم يعني ضرر غير مستحق عليه لان نفترض واحد مو ظالم يطلبه فلوس يطلبه يقول له اعطيني يقول ما عندي وهو عنده عنده يقول شو اسوي يريد ياخذ مني فلوس إيه ياخذ حقه هو ما جاي ياخذ منك شيء ظلما قاعد ياخذ حقه هذا ما يعتبر ضرر او ضرر مستحق في المورد اللي يكون الضرر غير مستحق عليه يجوز له أن يكذب لدفع الضرر عن نفسه هذا واحد اثنين طبعا مو إلا فقط نفسه عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين الآن فرضنا واحد مؤمن هاي تصير ببعض الأماكن حاط له تربه يريد يصلي يجو بعض الناس يريدون يحاسبوه على هالتربه هذا كان يشيلها يحطها بجيبه هذا يقول له وينها هذه فيجي واحد ثاني يقول له عمي شو تريد منه ما عنده شيء ما عنده يقول انا شفت كان عنده مفاتيح الجنان كان عنده كتاب وين هذا الكتاب مع انه هذا هو مسكين ما مسوي شيء عنده تربه عنده مفاتيح الجنان يجي ذاك الطرف يريد يأذيه فيقوم واحد ثاني يدافع عنه وشاف ما في طريق للدفاع الا ان يقول كلاما غير مطابق للواقع، يقول عمي ما عنده انت هالشكل مشتبه، انت مشتبه شفت شيء، ماكو شيء، عينك كانت تتخيل. اذا قالوا له زين انت كذبت يقول اي كذبت لدفع ضرر عن احد اخواني المؤمنين. جائز. هذا واحد. اثنين للاصلاح بين اثنين مؤمنان بينهما مشكله ويستحب للانسان ان يصلح بين المؤمنين في مضمون روايه عن الامام السجاد صلوات الله عليه انه سمي او لقب بالسجاد الروايه مو عنه جايه الروايه عن مثلا الامام الباقر او الصادق عليهم السلام انه لما سمي لما لقب الامام السجاد بالسجاد لانه لعده اسباب كان اذا ذكر نعمه لله او ما ذكر نعمه لله تعالى الا سجد ما دفعت عنه نقمه الا سجد ما قرأ آية فيها ذكر السجود إلا سجد، وواحد من الموارد إذا وفق ما وفق للإصلاح بين اثنين إلا سجد شكرا لله عز وجل، زين أن الإنسان يصلح بين الناس زين الآن غالبا غالبا الناس من تصير بينهم مشاكل أو يكون حكي طويل وعريض في البين فهذا اللي يجي بالنص يريد يصلح أحيانا يضطر يقول كلام غير حقيقي يعني يقول له هذا الطرف ترى فلان والله يحبك ووده يصالح وياك وكذا هو ذاك ما يحبه ولا وده يصالح وياه بس يلين قلبه شوية ويروح لذاك هم يحكي هالحكي شوية شوية يراضيهم يجوز ايه يجوز وفي هذين الموردين اللي هو دفع الضرر هما دفع الضرر والاصلاح ان امكنت التوريه يعني اذا امكن ان ما يكذب كذب صريح يقدر يوري فليفعل ذاك الفرض الاول اللي مثلا قلنا جاي يريد ياخذ منه الكتاب وهذا جاي يريد يدافع عنه إذا يقدر ما يقول ما عنده كتاب أنت مشتبه يغير الصيغة يقول له أنت وين وين الكتاب هذا ما تقول لي هذا الكتاب وينه ذاك شعلة أخفى ما تقول لي وين هذا الكتاب حتى إذا اضطر يقسم يقسم لدفع الضرر أو يريد يأخذ منه أمواله مو مو بصراحة يكذب يقول ما عندي يقول له منين الفلوس إيه يعني شنو انت شايفني تاجر شايفني كذا ما قال ما عندي جاب كلام اللي ذاك الطرف يتصور هذا ما عنده يكون اولى احوط اذا كان الوالد يريد ان يضرب ولده لانه فعل شيئا فيجي شخص آخر يقول للوالد هذا ما مسوي شيء ليش تريد الضربة مع أنه مسوي هذا يختلف مرة الولد مسوي شغلة اللي يكون ينضرب يعني ينبغي أن يضرب آه ليش ليش يدافع عنه ماكو داعي يدافع يأيده للأبو يقول له إذا ما تقدر عليه أنا أجيب اياه أنا هم أضربه وياك مثلا ومرة لا الشغلة ما تسوى شغلة اللي ممكن يتغاضى عنها الحين يعني سوى له شغلة ما لها قيمة يقول له عمي ما سوى شيء لأن ذاك يريد فرضنا ينكل بي يريد يضرب ضرب مبرح إيه يدافع عنه لا بأس كذلك للإصلاح بين اثنين إذا أمكن أن لا يكذب بشكل صريح لا يوري هاي مرات كرات عن هالمثال أجيبه يجي شي يقول له بدل ان يقول له هذا يحبك وهذا وده يتصالح وياك وهذا كذب مو هالشكل يعني يقول له والله هذا يسولف بيك دائما يسولف بيك يلهج بذكرك ايه يلهج بذكره بس بشنو يلهج قاعد يحكي هذاك يتصور يلهج بذكره بمدايحه هو هذا يلهج بذكره بالسباب واللعن مثلا يقول له هل كثر يسولف بيك البارحه كنا قاعدين ساعه وهو يسولف فيك هذا يتصور يسولف فيه بالخير مثلا فشوية يلين قلبه إذا كم يروح يحكي له كلمتين من هالقبيل فيصلح بينهما إذا أمكن أن يصلح بهذه الطريقة بطريقة تورية فهي مقدمة على الكذب زين لما صار الكلام على التورية التورية تجوز مرة واحد قلنا مضطر جائز الأصل في الاضطرار الكذب يجوز فكيف بالتورية أما إذا ما كان مضطر شغلة اللي ما تسوى مثلا يقدر يقدر يلقى له حل ثاني عادة كثير من الناس يجوا يعني أحيانا يصير هالقضية يجي شخص الشخص يريد دين منه قرض وهذا يدري بي إذا أخذه ما يرجعه أو يأذيه مثلا إلى أن يرجع له فما يريد يعطي طبعا الطريق السهل اللي قدامه سهل او صعب شو تسموه يقدر يقول له ما اعطيك خلص انا اقرضتك مره مرتين وما رجعت لي او لا اريد ان اعطيك يقولها بصراحه الان يخجل احيانا يخجل يصير يكذب يقول ما عندي ما يصير عنده اذا عنده ما يجوز يكذب وقلنا إذا ضرر يأخذهم ما يرجعهم يجوز إذا يقدر يوري مثلا لأن أحيانا يقول كلام يقول له السوق واقف هاي كلمة شهيرة يقول له والله الأيام السوق واقف أو على الحديدة على الحديدة هو لا السوق واقف ولا هو على الحديدة لا زين وضعه لكن ما يريد يعطيه لو يقول له بصراحة ما أعطيك خلص سامحني أعتذر كلمة طيبة وتنتهي القضية أو يوري هذا الكلام اللي البارحة قلنا يقول له شو والله الأيام الوضع عندي مش... عندي مشاكل عندي مصارف هو من يقول عندي مصارف ما كذب فعلا عنده مصارف كل واحد عنده مصرف عندي عائلة عندي كذا من الحكي هذا فذاك يتصور أنه ما يقدر يعطي هو يقدر لكن يجيب هالكلمات حتى يمشيه زين إذا يقدر يوري فهو مطلوب التورية يعني الكذب ما يجوز في حالة عدم الاضطرار أو الكلام أنه بحالة عدم الاضطرار التورية تجوز إذا مو محتوى يقدر يقول له ما أعطيك يجوز ليوري قسم يعني بعض العلماء مستشكلين ينقل عن السيد الروحاني رحمه الله سيد محمد انه كان يستشكل من التورية في حالة عدم الاضطرار يعتبرها نوعا من الكذب لكن لعل اكثر الفقهاء يرون جواز التورية قايلين هذه مو كذب هو قال كلام ذاك الطرف فهم معنى بس هو قاصد معنى اخر في بعض الروايات توجد إشارات لهالقضية مثلا في مضمون رواية شخص من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام وأظن محمد بن مسلم ببالي مضمون الرواية يقول للإمام الصادق سلام الله عليه رأيت رؤية شوف الطيف رأيت كأن زوجتي تكسر على رأسي جوزة جوز شلون تكسر على راسه يعني قاعد تدق الجوز هالشكل تكسره لو تدقه براسه وتكسر احتمالين المهم زوجتي تكسر على راسي جوز قاعد واحد واحد من كذا على أساس من العلماء يعني مو من أصحاب الإمام بس جاي هناك بالمجلس فهو تبرع بالجواب هذه هم نقطة ينبغي الإلفات إليها كثيرا ما مثلا مجلس واحد من اهل العلم كذا والشخص يساله يوجه سؤال لهذا العالم لكذا يطلعون الناس بالاثناء هم يقومون يجاوبون مع ان السؤال موجه لشخص معين هذه اولا هي مو حلوه مو مناسبه ثانيا هذا ما يرضى كثيرا ما السائل ينقهر اصلا كثيرا ما من ذاك يجاوبه يعرض عنه ويرد يوجه السؤال ذاك الطرف مقهور مبين مقهور ثم بيها خفة انت ما حد سألك ليش تدخل روحك في النص اكو واحد سأله اذا ذاك قال انا ما اعرف هذا سأله هذا هاي مسألة ثانية اما هالشكل يدخل نفسه ضمن كذا ضمن الكلام هذا مو صحيح مو مناسب المهم هذا هو الدخل القاعد يم الامام اعطى تفسير الان ما ما ببالي شنو التفسير اللي قاله اعطى تفسير قال راح تموت ايه قريبا تموت زين انزعج الامام ايش قال في الروايه التفت له قال له أصبت يا ابا فلان اصبته زين قام راح من طلع هذا محمد بن مسلم التفت للإمام قلت قال يا ابن رسول الله قد أزعجني جواب هذا الشخص قال إيه أزعجك وهو جوابه غلط شان قال الراوي قال للإمام يا ابن رسول الله أنت قلت له أصبت قال إيه أصاب الخطأ أكو إصابة للصواب وأكو إصابة للخطأ هي كلمة أصبت اللي يسمعها يتصور إصابة الصواب لا أصاب الخطأ راح على الطريق الغلط ثم الإمام أعطى تفسير لهذه, لهذه الرؤية محل الشاهد هاي كلمة أصبت مثل التورية استعملت كتورية في القرآن الكريم أيضا توجد آيات اللي يعني ظاهرها أنها تورية في قضية يوسف على نبينا وآله وعليه السلام في قل... لما جعل السقاية في رحل أخيه قضية بنيامين ومن رجعه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك زين هذا المؤذن اللي أذن أيتها العير أنكم لسارقون المفروض بأمر يوسف عليه السلام أذن خو مو من كيفة زين يوسف عليه السلام شلون نبي معصوم شلون يقول الواحد أذن قول أيتها العير أنكم لسارقون هم ما كانوا سارقين فعلا ما كانوا سارقين أصلا ما يدرون السقاية جعلت في رحل أخيهم من دون أن يعلموا توجه عدة توجيهات من ضمن التوجيهات أنه يوسف عليه السلام في طفولته صارت له قضية من كان صغير عمته كانت عنده عمة تحبه تحب اليوسف عليه السلام فودها يجي يبقى عندها كم يوم يوم كان عندها بقى كم يوم الآن جايين يرجعوا أبيه الأهله حتى هذه هم فيها الاشكال يورد حتى هذه إن يسرق فقد سرق اخ هذه مربوطه بهالقصه مربوطه هم قالوا فقد سرق اخ له من قبل هم يقصدون هالقصه هذه الحين اربطها ان شاء الله فالمهم هاي مرويه انه ها لما كان يوسف عليه السلام طفلا كان يوم من الايام عند عمته والان يريدون يرجعوا لبيتهم فالعمه ما ودها يرجعوا جابت زنار كذا ذهب عندها لبسته ولبسته الثياب فوقه من رادوا ياخذوه قالت انا فقدت الزنار وينه وينه فتشوه لقوه, لقوه فمن لقوه قالت هذا بايق مني فخلوه عندي لا تاخذوه عقوبة له هو ما مسوي شيء يوسف عليه السلام ما مسوي شيء هي حطت هذا الزنار حتى تبقي عندها هم ولهذا هم قالوا من قال اي طلعوا السقايه وكذا هم ما يدرون هذا يوسف عليه السلام قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل يقصدون يوسف عليه السلام محل الكلام شلون يوسف عليه السلام يقول للمؤذن نادي قول ايتها العير انكم لسارقون شلون هالكلام التورية اللي فيها قايلين أنكم لسارقون يوسف من أبيه هنية أنو أنتو بكت يوسف من أبيه هذا صحيح هم باقوا يوسف من أبيه لكن من سمعوا هم أخو ما فهموا هالمعنى هم فهموا أكو شغلة ثانية هذه تورية ولهذا الأخوان هم من أجوا قلت من طلعوا الصواع صواع الملك ايش قالوا يسرق بنيامين فقد سرق اخ له من قبل ويقصدون يوسف قال انتم شر مكانه انتم شر مكانه انتم اللي مو زينين ولا يوسف عليه السلام ما يسرق ولا بنيامين يسرق هذه تورية في قضيه ابراهيم عليه السلام قضيتين اكو وحده فنظر نظره في النجوم فقال اني سقيم يوم اللي رادوا يطلعون اهل البلده عندهم احتفال يريدون يطلعون قايلين هالشكل رايدين يطلعون ابراهيم عليه السلام يريد يبقى بروحه بالبلد حتى شنو حتى يروح يكسر الاصنام ماكو احد يروح يكسر الاصنام فشي يسوي؟ طالع شار راسه للسماء القران يقول فنظر نظره في النجوم فقال اني سقيم هذه الطريقه شار راسه وقال انا مريض هم تصوروا فعلا مريض بس هو شلون يقعد يكذب نعوذ بالله ابراهيم ابراهيم عليه السلام يكذب الروايه قايله اني ما معناه اني سقيم من دينكم هذا دينكم مرضني يعني مرض نفسي ماذيني دينكم ماذيني مو سقيم يعني جسمي مريض توريه ثوريه بعدين راحوا وقام ابراهيم عليه السلام كسر الاول والتالي بس خلى الكبير وحط الفاس هذا كله مذكور بالقران ورجعوا وحط الفاس على كذا كتف الكبير مالهم رجعوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون إن كانوا ينطقون حط هذه الإن هم ما التفتوا لهذه الإن قال لهم هذا سواه هو مو هذا الكبير سواه لا مو الكبير هو كسرها بس من حط الان تغير الحكي يعني اذا ان كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم هذا بس هم ما ينطقون اذا لم يفعله كبيرهم هذا هاي اداه شرط مو نقول ان جاءك زيد فاكرمه مفهوم الشرط ان لم يجئك فلا تكرمه إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم، إذا ما ينطقون ما فعله كبيرهم. هذه تورية موجودة في القرآن ذكرها موجود، في الروايات تجي فكثير من العلماء قالوا التورية جائزة لكن الأحوط ألا تستعمل إلا في مورد الضرورة، فعلاً إبراهيم عليه السلام كان عنده ضرورة. يوسف عليه السلام كان عنده نوع ضرورة. أما هالشكل واحد هي يمشي ويستعمل التورية إذا سواها مرة مرتين بعد الناس ما تصدق فيه، ما تثق بكلامه. تقول هذا شنو؟ كل ما يتكلم بعدين يطلع غير حكي، نقول له ليش هالشكل قلت؟ يقول أنا نويت بقلبي هالشكل. نويت بقلبك احنا نعرف قلبك شنو فيه. فالناس بعد ما تصدقه. يصير متهم. لا ينبغي استعمال التورية الا في مورد الضرورة. اما الاصلاح بين اثنين الكذب جائز مع الثواب، مع الاجر. دفع الضرر مو معلوم في اجر، خصوصا اذا الضرر يسير. يريد ياخذ منه عشر دنانير. آه الان يقول انا الوش اكذب الوش اكذب مثلا حتى ادفع الضرر عن نفسي لو صحيح يقول له ما اعطيك لو يعطي العشر دنانير يعني ما تسوى اذا شغله بسيطه لا ينبغي للانسان ان يكذب فيها بالاصلاح نعم ماجور في ذلك وصلى الله على محمد i know